اللي يعانون من انخفاض ضغط الدم، بنشوف انه احد الاشياء او الاشياء اللي تدعم جهاز المناعه اللي هي الثوم والليمون. شلون اقدر اليوم اخذ الثوم واخذ الليمون بدون ما اعاني من هبوط ضغط، بدون ما انه ضغطي يهبط؟ لانه يعني انا واحده من الناس اذا اكل ثوم او اخذ ليمون يصير عندي هبوط حاد بالضغط، فشلون انا اقدر انه اخذ هاي المواد اللي هي من العناصر الضروريه بدون ما ينزل ضغطي؟ سؤال جدا حلو ايضا، وتعاني من عنده هواي بنات بالذات بسن الانجاب، شيماء بعمرك وخلينا نقول من العشرينات للخمسة وثلاثين. وعلى فكره هبوط الضغط هو افضل من صعود الضغط، يعني انا من تجيني مراجعه هابط ضغطها اقول هذا الشيء صحي لانه انت بسن الانجاب، لكن هو مزعج جدا، شعور مزعج جدا. شلون نقلل من هبوط الضغط؟ نشرب مي كلش هوايه. بالنسبه للليمون ناخذه اذا مرتاحين به، يعني شيء ما انت مدى ترتاحين به، اذا يهبط ضغطك اكثر ابتعد عنه، لكن اقدر اقول لك شرب الماء اللي هو اقل شيء 6 اكواب يوميا الى 8 اكواب، يفضل هذا الجو الحار انه ناخذ 12 كوب يوميا، راح جدا يعالج مشكله هبوط الضغط. بس هبوط الضغط عند النساء والبنات بسن الانجاب هو مؤشر صحي افضل من صعود الضغط.